طيب، احنا درسنا في هذا التشابتر، احنا درسنا عن البروبوزيشنال لوجيك ودرسنا ايش هو البروبوزيشنال لوجيك في المحاضرات الماضيه. هلا بدنا ناخذ جزئيه ثانيه في البروبوزيشنال لوجيك اللي هي لها علاقه بالريزنينج، وايش يعني ريزنينج او انفرنسينج، يعني ان نستنتج. هاي يعني محاضره كيف نستخدم اللوجيك للاستنتاج. فبنسميها inferencing او بنسميها reasoning او derive. ممكن نقول inference, reason, derive, استنتج من هالمنطق. فالمنطق اصلا هدفه، او من احد اهداف وجود المنطق اصلا، انه هو الاستنتاج. في اكثر من طريقه للاستنتاج. طبعا هنا بقصد الاستنتاج زي البروبوزيشنال لوجيك، لانه الاستنتاج في لوجيك زي فيرست اوردر لوجيك اللي بناخذ المحاضره الجاي، هذاك الاستنتاج تبعه مش في ماده الديسكريت، في ماده الارتفيشال انتليجنس. هلا هون احنا البروبوزيشنال لوجيك الاستنتاج فيه بسيط وبدنا نتعلم. في طريقتين للاستنتاج، في واحده اسمها نيوميريشن ميثود، في واحده اسمها روز اوف انفرنس، وبعدين بناخذ اكزامبل. فهلا بس بدنا نبلش ناخذ النيوميريشن ميثود. لو عندي انا معلومات بتقول if today is Friday then today is holiday، اذا اليوم الجمعه اليوم عطله، اليوم الجمعه. اذا اخذت انا هذول المعلومتين بقدر اقول today is holiday. طبعا انت كانسان بتقول طبعا بقدر اقول، وهي تريبيا. بس احنا بدنا نعلم الحاسوب كيف يستنتج. طيب هذول بنروح من نكتبهم بالبروبوزيشنال لوجيك. فبتصير الجمله الاولى if p is q وعندنا p، وهل بنقدر نقول q او لا. p اللي هي today is Friday وQ اللي هي today is holiday. هلا وينت الجملة بتكون صحيحة، وينت هاي الجملة وينت بقدر استنتجها؟ لاحظوا، أول شيء بدنا نسمي هذول الثنتين، بنسميهم premises، اللي هم بيقولوا لهم المقدمات. بدنا نسمي هاي الconclusion، وإحنا قاعدين بنفحص إنه هل بنقدر نستنتج، يعني هل هاي الconclusion صح ولا مش صح. طيب طبعا انا بدي اعطيكم السر بسرعه قبل ما اورجيكم التروث تيبل. هاي الجمله احفظوا منيح او اسمعوا منيح، هاي الجمله بقدر استنتجها اذا يعني في الحاله انه لما هذول الجمل، لما المقدمات بتكون ترو، بالحالات اللي بتكون فيها ترو هاي الجمله لازم تكون ترو. طيب شو يعني؟ طب استاذ ما هو بتقول لي هاي الجمله ما هي ترو. لا، هاي مش ترو. هاي الجمله قد تكون ترو قد تكون فولس، وهاي الجمله قد تكون ترو وقد تكون فولس. مظبوط. فلما الثنتين هذول مع بعض بيكون الترو بالحالتين هذول، يعني اذا حطينا ترو تيبل، لاحظوا انه هاي البريميسز، هاي البريميسز، هاي اول وحده وهاي الثانيه، حطيناهم في تروث تيبل زي ما قلت لكم، مره هاي ترو مره هاي فولس، حطيناهم بتروث تيبل في كل احتمالات تروث تبعتهم. في الحالات اللي بيكون فيها ترو باجي بتطلع على هاي، هل هاي ترو ولا لا؟ هاي بتطلع عليها هون ترو، معناته بقدر استنتج. يعني انت بتقول لنا يا استاذ انه فيش داعي افحص هون ولا هون ولا هون. فيش داعي تفحص، خلص انت يعني افترض انه هذول عندك تطلع عليهم، يعني وين هذول تو البريميسز بكون ترو، بس روح افحص هاي هل بتكون ترو ولا لا. طبعا هاي جبناها من كيو، هاي
بس هاي بنسميها الكريتيكال رو. الكريتيكال روز انه ما فيش داعي اطلع على كل التروث تيبل، في بس اطلع على لما هذول لما البريميسز بيكونين ترو. بس هاي اذا على فكره اذا كانت هاي فولس معناته هاي الجمله ما نقدرش نستنتج، بس هاي الجمله ترو فبالتالي هذا الاستنتاج صحيح. في عندنا مثال ثاني، لو اخذنا هذا المثال هذول المقدمات او البريميسز وبدنا نفحص هاي الكونكلوجن، فانا بروح احط التروث تيبل كم متغير عندي، عندي بي وكيو وار هاي ثلاث هعملهم طيب وحسبتهم حطيت لك مقدمات هاي هاي هايها وهاي هاي هاتوا نحلها قبل ما اورجيكم الحل الصح. اطلع على هذول وين في ترو باجي بفحص نفحص هذول. على فكره اذا لقينا واحد فولس معناته ما نقدرش نستنتج، فيش داعي تكمل. هلا هان هون طبعا شو في فوق، في اللي هي اف بي ذن ار، وين اف بي ذن ار اللي هي عمليا هاي مزبوط. طيب اف ترو از ترو يعني ترو ذن ترو، صح ترو ولا فولس ترو. If it's true then false صح أو no false. ما دام هاي false خلص بوقف ما فيش داعي أكمل، معناته هاي الجملة بقدرش استنتجها، فيش داعي حتى أفحص هذول. إذا هاي الكي إذا لقيت أي واحد من هذول false فيش داعي أفحص، بوقف بوقف. ليش؟ لأنه الجملة هاي بقدرش استنتجها. هاي طريقة الاستنتاج الأولى اللي نسميها نيوميريشن. ليش اسمها نيوميريشن؟ لأنه أنا عددت كل الحالات اللي هذول التروث اللي الفاريابلز الموجودة عندي بتكون ترو فولس، فحصتهم كلهم كلهم نيوميريشن، يعني عددت كل الحالات وفحصت. وين المشكلة طيب في هاي في هاي الطريقة؟ المشكلة بهاي الطريقة انه تخيل لو انا عندي عدد الفاريابلز مش بي و ان و كيو و ار، لو عندي هذول نفترض انهم مثلا 1000 فاريابل، طبعا 1000 مش شيء كثير كبير، 1000 بصير قديش طول التيبل؟ 2 قوة 1000. اوه هذا شيء بده الكمبيوتر سنين ضايق خالص. فهاي الطريقة بطيئة جدا وبتزبطش. كمان أنا عندي هون مقدم تو بريميسز، بس ممكن يكون عندي كثير بريميسز، زي مثلا أنا لو بدي نظام التسجيل في الجامعة بده يسمح لك، هل بسمح لك تسجل هذه المادة أو ما تسجلش هذه المادة، وبده يقرر بده يقرر، فبده عنده كثير فاريبلز وكثير بريميسز بده يحسبها بس عشان يسمح لك أو لا، وهذا الاشي بكلف وقت كثير. هذا اللي هي اللي بنسميها enumeration method.